أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا، ويسر به أمورنا، وعظم به أجورنا، وحسن به أخلاقنا، ووسع به أرزاقنا، ونور به قبورنا وقبوره يا الله يا رب العالمين. أثبنا اللهم على قراءتنا هذه ثوابا جزيلا وأجرا عظيما، وتقبلها منا بمنك قبولا حسنا مباركا جميلا. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه وصليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما هللناه هدية بالغة ورحمة من نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين. آمين. وإلى ملائكة المقربين والقروبين. آمين. وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. آمين. وإلى باقية العشرة المبشرة بال الجنة. آمين. وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين. آمين. وإلى أرواح العلماء العاملين والقراء والمفسرين. آمين. وإلى أرواح كل ولي وولية الله من مشارق الأرض ومغاربها، برها وبحرها، أينما كان وكان الكائن في علمك يا الله يا رب العالمين. وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع، وأموات المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل اللهم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك جاريا بالقبول والامتنان. آمين. والخيرات الحسان. آمين. خصوصا إلى روح عبدك الذليل أبي حنيفة بن عباس وأصوله وفروعه، وأنت أعرف بأسمائه يا رب العالمين. آمين. أوصل اللهم ثواب ذلك إليه، واجعل اللهم ثواب ذلك بمحض فضلك وجودك وكرامك عتقا وفكاكا ونجاة وسترا من النار لنا وله. آمين. واغفر اللهم لنا وله ولوالدينا ولوالديه ولمشايخنا ولمشايخه. آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات. آمين. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. واجعله نورا بين يديه وتعاطف اللهم برحمتك عليه. آمين.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفرات النيران اللهم اجرنا وإياه من النار ولا تجعلنا وإياه من حطاب النار اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم ارحمه بالقرآن العظيم رحمة واسعة واغفر له مغفرة جامعة يا ملك الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم أنزل في قبره الرحمة والضياء والنور والبهجة والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك مالك ورب غفور اللهم اجعل القرآن العظيم في قبره مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي الحشر ضياء ودليلا وفي الميزان راجحا وعلى الصراط نورا وقائدا وعن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا يا رب العالمين اللهم انقله من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين واشملنا وإياه بالعفو والغفران والفضل والإحسان يا كريم يا حليم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولجدنا ولجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hanya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan hakim yang bijaksana serta para penonton sekalian yang barusan tampil di atas pentas saimbara adalah Jamaah Samadiyah Qamilah, utusan kelas 5 inti.